ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجدت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخوانهم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لو زادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. الله أكبر، الله أكبر. يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه علامة أمته، غرا محجلين من آثار الوضوء، أمة محمد عليه المستجيب عليه الصلاة والسلام.